انطلاق القناة الثامنة بالأمازيغية ترجم الحلم إلى حقيقة رغم كل العراقيل التي حالت دون خروج القناة إلى حيز الوجود. القناة ستكون عامة تعنى بالإعلام والتربية والثقافة والترفيه، ومن شأنها أن تخلق ديناميكية كبيرة تنصهر فيها آليات الإعلام السمع البصري العمومي، كما جاء على لسان وزير الإعلام المغربي. لابد من الحديث عن أن الولادة كانت صعبة، لكن ماشي بمعنى بأننا اصطدمنا بمعيقات هيكلية وسياسية، لأن من الناحية السياسية الموضوع كان محسوما منذ خطاب أجدير قبل 8 سنوات. الموضوع اصطدم بمصاعب عادية وطبيعية تواكب كل مشروع مجدد. القائمون على القناة ذكروا بخطاب أجدير الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2001، لأنه سلط أضواء كاشفة على المسألة الأمازيغية، مشروع بدأت أولى إرهاصاته منذ عام 2002 وتطلب تحضيرا متواصلا على مدى 2 سنين تقريبا. القناة الجديدة ستبث ما بين 70 و80% من برامجها بالأمازيغية بتعابيرها الثلاث، على أن يبث الباقي باللغة العربية. البرامج ستبث بشكل يومي لمدة 6 ساعات من الاثنين إلى الجمعة و10 ساعات في عطلة الأسبوع. غادي نحاولوا نجو برامج باللهجة الثلاث، ولكن غادي نجو برامج كذلك فيها لهجة الثلاث مختلطة. وغادي من بعد غادي نقوموا بدراسة وغادي نشوفوا شنو هما ردود الفعل ديال الجمهور ديالنا. إلا كان الجمهور راضي على هذه التجربة هذه غادي نمشيو فيها، كان راضي على الأخرى غادي نمشيو فيها. انطلاق القناة الأمازيغية يعد بالنسبة للمسؤولين حدثا يؤرخ لمسار جديد في مجال الإعلام السمع البصري في المغرب، ومن شأن هذا المشروع أن يخدم التنوع الثقافي واللغوي في البلاد، كما أنه يسهم في تطوير وتجديد الثقافة الأمازيغية.